تعالى نتكلم في حته تانية. وصفقه من الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو مين؟ مصطفى سعد القادم والوافد من فريق سيراميكا كليوباترا. للاسف الشديد، وانا شفت بقى الكلام ده بعيني، يعني للاسف الشديد جدا، دايما لما انا واحد دايما احب لما اتفرج على برامج او الاقي فيديوهات قدامي مثلا اعلامي بيتكلم في تلفزيون من التلفزيونات او قناه من القنوات او برنامج من برامج، لازم يبقى عنده مصداقيه. فلما يطلع يقول لك مصطفى سعد زهقان في الاهلي ومش حابب انه يكمل في الاهلي، وشايف ان في تجاهل من المسؤولين والجهاز الفني بخصوصه في النادي الاهلي، فهنا بيني وبينك انا لما سمعت الكلام ده قلت لا، في حاجه بقى غلط يعني. فتواصلت بصراحه مع اللاعب بنفسه وسالته ايه الوضع، اخبارك ايه، الدنيا ماشيه معاك ازاي في النادي؟ كلام قال لي الدنيا كويسه جدا، ما عنديش اي مشكله خالص والدنيا تمام وبتاع. ليه يا امير ايه اللي حصل؟ قلت له اصل في حد فلاني الفلاني طلع اتكلم، هو بصراحه مش واحد بس، في واحد كمان يعني طلع اتكلم قال ان انت عايز تمشي وكلام من ده. قال لي والله العظيم خالص ما حصلش، للاسف في بعض البرامج بيبقوا عايزيني مثلا في المداخلات، فبقول لهم يا جماعه الفتره دي مش بتكلم من كلام من ده، فتلاقيهم قالوا بعض الاخبار اللي ممكن تكون بتضايقني بشكل او باخر. فانا ما عنديش اي مشكله خالص خالص مع الجهاز الفني، بالعكس الراجل اتكلم معايا مرتين اللي هو كولر، مره قبل انضمامه للمعسكر الاخير لمنتخب مصر الاولمبي تمام، وقال له انت خامه كويسه ولعيب كويس ما لحقتش تتمرن معايا، فالناس الجاهزه هي اللي هتلعب، وكلام منطقي جدا. فاتمرن التمرينتين دول او الثلاثه في التوقيت ده تمام، وبعد كده راح معسكر المنتخب. لما راح معسكر المنتخب كولر اتفرج على مصطفى سعد في الماتشين بتوع منتخب مصر، او بالتحديد ماتش الاياب بتاع منتخب مصر امام سويتاني، لان ماتش الذهاب ما كانش مذيع، فاتفرج عليه فاعجب جدا بقدراته، او شايف ان هو لعيب فعلا جيد جدا وبروميسنج ومبشر جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فلما رجع مصطفى اتكلم معاه كولر، ودي كانت المره الثانيه اللي كولر يتكلم فيها مع مصطفى سعد. حلو، قال له انا اتفرجت عليك وانت حاجه كويسه جدا وهتفيدني قوي خلال الفتره الجايه مع الفرقه، لكن انت طبعا ده الكلام ده قبل ماتش الداخليه، لكن انت طبعا كده انت اتمرنت معايا 5 مرات، في ناس اتمرنت معايا فتره طويله وقعدوا معايا في فتره الاعداد، فهم ماشيين بشكل كويس، فطبيعي يكونوا موجودين، طبيعي يكون هم اللي بيلعبوا، لكن انت في حساباتي بشكل كبير جدا وما شاء الله يعني قدراتك مميزه. قال له قدراتك مميزه جدا والامور انا تبعتها وحاجه كويسه وهتكون اضافه بالنسبه للفرقه وهنشتغل مع بعض والدنيا هتمشي تمام. فده الكلام اللي حصل بالظبط، انا بحكي لك بالتفاصيل. فبالتالي اللاعب نفسه شايف انه كلام منطقي وما عندوش اي مشكله، هو تحت امر النادي ولسه بيقول انا يعني ما لحقتش اجي لاهلي عشان امشي او عشان اطلب ان امشي، لان برضو البعض من الاعلاميين قال لك ايه، اصل هو كلم الناس في سيراميكا قال لهم يا جماعه ابعتوا لي اعاره، عايز اخرج اعاره، حتى عايز ارجع سيراميكا. الكلام ده لم يحدث بالمره، واي حد يقول لك الكلام ده اعرف ان هو غلطان، اعرف ان هو غلطان، او المصدر اللي قال له الكلام ده ضحك عليه. الكلام ده مش حقيقي، واللاعب الامور بالنسبه له كويسه، وان شاء الله باذن الله مصطفى سعد في حسابات النادي الاهلي، ومفيش اي نوع من انواع الاعارات او طلبات الرحيل من اللاعب، ولا حتى تجاهل من النادي الاهلي خالص. لعيب في التدريبات وبيشارك مع زمايله والامور ماشيه بشكل كويس جدا. واجب علينا ان احنا نوضح لحضراتكم مثل هذه الاخبار ونوضحها بشكل كبير جدا عشان الامور تبقى مستقره، لان الفتره الجايه هتلاقوا حاجات شبه كده كتير، فلازم احنا نطلع لو حاجه حقيقيه اكيد هنقول لحضراتكم في الاطار الرسمي، لو حاجه مش حقيقيه زي اللي انا قلت لحضراتكم عليهم دول يبقى اكيد برضه هنوضح، لان ده دورنا تجاهكم وواجبنا ناحيتكم ان احنا نخلي جمهور الاهلي في الصوره دايما في مختلف الملفات.